الوضع الصحي بقى، احنا بنتكلم على حسب المتاح قدامنا من بيانات ان بنتكلم على حوالي 600 شهيد، داخلين على 600 شهيد او اكتر، داخلين على 14,000 جريح، داخلين على وضع صحي زي ما قال سكرتير عام الامم المتحده، ان قال لك انه في اوبئه بدات تنتشر، في امراض بدات تنتشر من كتر الـ 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 الوضع الصحي الغائب، ومن كتر الوضع الطبي الغائب، ومن كتر الوضع الغذائي الغائب، ومن كتر الناس النهارده بتاخد رغيف في اليوم. المنظمات الدوليه بتحاول قدر الامكان انها تخش الـ 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 الوضع العام بالنسبه للصحه جوه، او بالنسبه للغذاء، او بالنسبه للدواء، او بالنسبه جوه. وكان معانا المتحدث باسم الهلال الاحمر الفلسطيني امبارح، وكان بيكلم حضراتكم بيقول لكم ان احنا عندنا حوالي 20 عربيه اسعاف، وفي عربيات ما بقتش موجوده وما بقتش متاحه، يعني تقريبا الراجل بيتكلم على بضع عدد من السيارات بتاعه الاسعاف بتقوم في اطاره في هذا الاطار. خلينا اروح لشكل تاني دولي بقى او اقليمي. سياده الدكتور احمد المنظري المدير الاقليمي لمنظمه الصحه العالميه للشرق المتوسط ومعانا عبر الزوم، هناخد برضو رأيه في هذا الإطار ونشوف الدنيا ماشية إزاي، وإزاي المنظمة الصحة العالمية شايفة الوضع جوه غزة. برحب بيك دكتور أحمد المنظري، وأسفل لي إزعاجك، أتمنى أن أنت تكون بخير بإذن الله. الله يحفظكم أستاذ جابر وجزاك الله خير، وأبدا تشريف دائما يعني الظهور على شاشتكم الكريمة والحديث مع حضرتك. مثل ما تفضلت يعني استاذ جابر، طبعا الكارثه في غزه حصلت سابقا يعني منذ بدايه هذه الازمه، ولكن يوما ساعه بعد ساعه يعني هذه الكارثه تزداد سوء، وستصبح يعني كارثه ليست فقط يعني على مستوى غزه وعلى مستوى الاراضي الفلسطينيه المحتله او اقليم شرق المتوسط، بل هي كارثه وصمت يعني عار على جبين الانسانيه جمعاء. هناك الكثير من المؤشرات التي يعني فعلا يعني تشير الى حصول كارثه عالميه، على الرغم من المنطقه الجغرافيه المحصوره وعدد مليوني سكان في تلك المنطقه. يعني استشرافكم ايه للوضع؟ يعني طبعا انتوا زينا في المجال الاعلامي وشايفين الوضع بالظبط رايح فين وجاي منين، لكن انتوا استشرافكم ايه؟ ولا احنا منتظرين بكره ما تخش المساعدات فنقيم الوضع كما ينبغي ان يكون؟ جزاك الله خير، اذا تسمح لي استاذ جابر انا اجيب باستفاضه حول هذا الموضوع. تفضل يا فندم. طبعا منذ بدايه الازمه يعني منذ بدايه الازمه هناك ما يقارب من حوالي 34 مستشفى في غزه، عموم غزه. 22 مستشفى منها موجوده في الجانب الشمالي من غزه. حوالي 4 أو 5 منها خرجت بسبب الهجمات المباشره، وهذه المستشفيات ال 22 فيها ما يقارب من 2000 مريض. في الجانب الجنوبي من غزه يوجد كذلك عدد من المستشفيات طاقتها الاستيعابيه فاقت 150% بجميع مستوياتها، العناية المركزة، غرف العمليات، أقسام الطوارئ. إضافة إلى ذلك هناك نقص حاد جدا يعني في المستلزمات الطبية، الدم ومشتقاته، الأدوات الجراحية المختلفة، نقص في المياه، نقص في توفر الوقود. خرجت مجموعة من المستشفيات خلال هذه الـ 24 ساعة الماضية عدد من المستشفيات بسبب عدم توفر الوقود، مما يعني موت مجموعة من المرضى، نساء، رجال، كبار بالسن، رجال واقعين تحت أجهزة التنفس الاصطناعي على سبيل المثال. هناك مرضى يعانون من فشل كلوي يحتاجون إلى غسيل كلوي على مدار الساعة، هناك مرضى يحتاجون إلى علاج لأمراض مختلفة مثل السرطان على سبيل المثال. عدم وجود كهرباء يعني شهادة وفاة لهؤلاء المرضى في هذه المستشفيات، لأن المستشفيات الأخرى في زحام. هناك خاطر يعني خطورة بيئية استاذ، توفر مياه الشرب النظيفة ولجوءهم إلى مياه شرب ملوثة. صحيح صحيح.